قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فما هي الوسيلة التي تنفع في الدعاء؟ ما هي الوسيلة أو الوسائل التي تنفع بالدعاء؟ هل يتوسل إلى الله؟ نعم يتوسل إليه، لكن يتوسل إليه بماذا؟ يتوسل إليه بما شرع، بما أذن. وقد أذن الله لنا أن نتوسل إليه في دعائنا بأمور نذكر تلك الأمور. من أولها التوسل إليه بأسمائه، فما توسل إليه بشيء أحب إليه من أسمائه الحسنى، هذا التوسل إلى الله بأسمائه. ثانيا التوسل إلى الله بصفاته، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء، هذا الدعاء دعاء إبراهيم عليه السلام وليس فيه اسم من أسماء الله لكن فيه صفة الله، تعلم وتعلم صفة العلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله، فهنا أثبت العلم ونفى أن يخفى على الله شيء، وهذه الصفة صفة الإحاطة دعا بها إبراهيم عليه السلام، وهذا دعاء وتوسل إلى الله بصفاته. طيب، ثم من أبواب وأنواع التوسل التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي وفقك الله له، بالعمل الصالح الذي وفقك الله له، وما من عمل صالح تعمله إلا وقد وفقك الله له، وما توفيقي إلا بالله. ومن ذلك التوسل إلى الله بالإيمان، أنك آمنت وإيمانك هذا من الله، الله الذي جعلك تؤمن. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن أنواع ذلك التوسل قول الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هنا توسل إلى الله بعمل صالح أو عملين صالحين، العمل الأول الإيمان بالله، والعمل الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا الله بعد هذا التوسل فاستجاب الله لهم. فأنت عندما تعمل عمل صالح أخلصت فيه لله واتبعت سنة رسول الله يجوز لك أن تتوسل إلى الله بذلك العمل الذي عملت. لماذا قال الله عن القرآن أنه قول رسول كريم؟ من هو الرسول الكريم؟ جبريل. وقد وصفه الله في هذه الآيات بخمس صفات: لقول رسول، عد معايا، رسول هذه الصفة الأولى، كريم الصفة الثانية، ذي قوة الصفة الثالثة، عند ذي العرش مكين الصفة الرابعة، مطاع، ثم أمين. أوه هذه ست صفات. لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ست صفات لجبريل عليه السلام. طيب لماذا كل هذه الصفات؟ ما علاقة هذه الصفات بهذا القول لقول رسول؟ يعني هو رسول أرسل بالقول فقاله كما أرسل به ولم يكتم منه شيء ولم يزد عليه شيء، بخلاف الشياطين. الشياطين إذا سمعوا القول زادوا عليه. في الحديث أن الشياطين لها مقاعد في السماء تستمع كلام الملائكة، فإذا سمع أعلاهم كلمة من الملائكة من الحق قذف بها ومعها كذبة للشيطان اللي تحت، والشيطان اللي تحته يزيد عليه كذبة وينزل اللي تحته،
ومئة شيطان تساوي مئة كذبة على كلمة حق واحد. لكن الملك أمين يأخذ كلام الحق كما هو من غير زيادة ولا نقصان وينزل به مباشرة، ولا يعطيه ملك الملك الملك والملك الأخير يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كلا، نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة، واضح؟ إنه يعني القرآن لقول رسول، معناها جبريل رسول، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن، ويدل أيضا على عظمة هذا الملك الذي نزل بالقرآن، ويدل على عظمة هذا النبي الذي أنزل عليه القرآن. تتجلى العظمة في ماذا؟ في أن هذا القرآن أول من نطق به من الملائكة جبريل، وأول من نزل عليه من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من نطق به من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل أمين السماء، وكان محمد أمين الأرض. إذن لا كذب في هذا القرآن أبدا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أين يدخل الباطل؟ جبريل؟ لا، مستحيل يكذب. من محمد؟ مستحيل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. ولهذا قال إنه لقول رسول كريم. طيب الملائكة كلهم كرام، الملائكة كلهم كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة، كراما كاتبين، حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. طيب الكرم يقتضي الشجاعة ويقتضي العطاء، ولهذا قيل في قوله تعالى كريم أنه لا يبخل البتة. ولذلك عندما يعطى العلم للكرام من الناس ينشروه، وعندما يعطى العلم للئام من الناس يكتموه. فاليهود عليهم من الله ما يستحقون لئام، أعطاهم الله العلم فكتموه. فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبضدها تتميز الأشياء. فالذين ينشرون العلم ويبثون العلم ولا يكتمونه، هؤلاء يرحمهم الله ويرحمهم الراحمون، ويذكرهم الله ويذكرهم الذاكرون. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبول واقفا؟ وهل هو حرام؟ وما حكم ما يفعله البعض في الشوارع؟ سبحان الله العظيم الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان، وأرسل إليه نبيا وإماما كريما، وأنزل إليه وحيا عظيما ليعلمه الإسلام دين الرحمة، وجعل الله سبحانه المؤمن طاهرا لا ينجس في حياته ولا في مماته. فكيف ينجس المسلم المؤمن وهو يصلي ويؤدي العبادات لله سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال بعض العلماء وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال أبو هريرة رضي الله عنه فانخنست منه وذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت كنت جنبا يا رسول الله، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. ولا شك أن المؤمن قد تصيبه نجاسة على ملابسه أو جسده، فعليه حينها أن يتطهر منها حسب حالته. ولكن ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عذابا أليما في حق من لا يتطهر من بوله. نسأل الله العفو والعافية، فهذا الأمر عقابه عند الله تعالى كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن طاهر لا ينجس، فكيف بمن يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتطهر من البول أو من النجاسة؟ لذا على المؤمن أن يتطهر من بوله ومن كل نجاسة، والأفضل أن لا يتبول واقفا لكي لا يقع في النجاسة ولكي يكون مطمئنا من طهارته. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون، وإسناده جيد والله أعلم. قال العلماء: يجوز للمسلم أن يبول قائما عند الضرورة أو عند التيقن من عدم إصابته بنجاسة أو أذى، وعليه أن يأمن نظر الناس إليه، أي أن يكون في موضع لا يراه فيه أحد، وأن يأمن من البول بأن لا يتطاير على بدنه أو ثيابه حتى لا تصيبه نجاسة. ويكره البول قائما إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، ولكن الأفضل بلا شك هو البول جالسا، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. وإذا أصاب المسلم نجاسة من بوله فعليه التطهر منها بلا شك، ففي قوله تعالى: وثيابك فطهر، دليل على وجوب طهارة الجسد والملابس، وعلى المسلم الاستنجاء من خروج النجس من أحد السبيلين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الضحى تغني عن آلاف الصدقات، وقليل من الناس من يصلي الضحى. وبعدين بعض الناس يجهل، يحسب أن الضحى هي الإشراق. لا، صلاة الإشراق هذه عند طلوع الشمس وارتفاعها، وهي ركعتين، لكن الضحى أربع ركعات، وتصلى في الساعة العاشرة تقريبا عندما يشتد الرمض، يعني الحرارة، عند الضحى، وهي التي أقسم الله بها في قوله: والضحى والليل إذا سجى. فالإشراق أول النهار، والضحى وسطه، والظهيرة بعد ذلك. فالضحى ما بين الظهيرة وبين الإشراق الوقت هذا، أو ما بين الهجير والإشراق، ظهيرة بعد الهجير، هذه ساعات النهار. المهم هذه الركعات، ركعتين إلى أربعة إلى ثمانية، كلها تسمى ضحى. فإذا داومت عليها كأنما تتصدق كل يوم 360 صدقة. يغنيه عن ذلك كله ركعتين يركعهما من صلاة الضحى. فإذا كان الهيكل العظمي تغنيك عنه ركعتين، إذا حط ركعتين للعضلات، وحط لك ركعتين للأعصاب، وحط ركعتين للعقل، وحط زد ما شئت أن تزيد. نواقض الإسلام العشر. الناقض الأول: الشرك في عبادة الله، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله صور، منها أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله، مثل النذر أو الذبح أو غير ذلك. الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فقد كفر إجماعا. قال تعالى: والثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، لأن الله عز وجل كفرهم في آيات كثيرة وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب عليه، ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، فإن توقف في ذلك أو شك في كفرهم مع تبينه فهو مثلهم. الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، وتمثيل ذلك بالذين يقولون إن إنفاذ حكم الله في رجم الزاني المحصن أو قطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضر. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، وهذا باتفاق العلماء، وقد نال المنافقون النصيب الأكبر من هذه الخصلة، وهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة، ولكنهم في الخفاء يضمرون البغض والكراهية لشريعة الإسلام وأهلها، ويتربصون بهم الدوائر
الناقض السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى. سابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، قال تعالى. أما الصرف فهو صرف الرجل عما يهواه، كصرفه مثلا عن محبة زوجه إلى بغضها، والعطف عمل سحري كالصرف، ولكنه عطف الرجل عمن لا يهواه إلى محبته، والسحر محرم بجميع طرقه وفي جميع الشرائع. الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل على ذلك قوله تعالى. تسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى. خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن الاستغناء عنها، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد، بل يكون متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فشريعته عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة. الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، قال تعالى. ومن أض هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، قال تعالى. بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواقض الإسلام العشر. الناقض الأول، الشرك في عبادة الله، وهو أعظم ذنب عصي الله به، قال تعالى. وله صور، منها أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله، مثل النذر أو الذبح أو غير ذلك. الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائطا، يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فقد كفر إجماعا، قالت. الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، لأن الله عز وجل كفرهم في آيات كثيرة وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب عليه، ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، فإن توقف في ذلك أو شك في كفرهم مع تبينه فهو مثلهم. الناقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، وتمثيل ذلك بالذين يقولون إن إنفاذ حكم الله في رجم الزاني المحصن أو قطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضر. الناقض الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، وهذا باتفاق العلماء، وقد نال المنافقون النصيب الأكبر من هذه الخصلة، وهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة، ولكنهم في الخفاء يضمرون البغض والكراهية لشريعة الإسلام وأهلها، ويتربصون بهم الدوائر. الناقض السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، قال تعالى. فهو صرف الرجل عما يهواه، كصرفه مثلا عن محبة زوجه إلى بغضها، والعطف عمل سحري كالصرف، ولكنه عطف الرجل عمن لا يهواه إلى محبته، والسحر محرم بجميع طرقه وفي جميع الشرائع. الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل على ذلك قوله. الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى.
فمن رغب الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ظن الاستغناء عنها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد، بل يكون متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فشريعته عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بالإعراض هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قال تعالى: هي من موجبات غضبه وأليم عقابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه قاطع. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ومقطوع. ولذلك من صلى عليه واصل وموصول، من صلى عليها مرة صلى الله عليها بكم؟ عشر. هذا نوع من الوصل، وضده القطع. أيضا من اتبعه، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أمر سمعنا وأطعنا، من فعل اقتدينا به واهتدينا، هذا واصل. من خالف أمره بعد ما وصله قال لا ماني مسوي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة، أو يصيبهم عذاب، أو يصيبهم عذاب أليم. خيارين يحلاهم أمر: فتنة عن الدين وينتكس، أو عذاب أليم ويرتكس فيه. صلى الله السلام والعافية. آية من القرآن الكريم تجعل لك قوة خارقة في بدنك حتى ولو كنت شيخا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نقدم لكم في هذا الفيديو آية عظيمة لا يعلم قدرها إلا الذي أنزلها في هذا الكتاب الخالد الذي لا تنقضي عجائبه. ولكن قبل أن نتعرف على هذه الآية، فلا تبخلوا إخواني الكرام وشاركوا هذا المقطع مع أصدقائكم، ولا تنسوا ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها آية تجلب لك قوة خارقة في بدنك حتى ولو كنت شيخا كبيرا. هذه الآية هي آخر آية من سورة الفتح، ونبدأ قراءتها معا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية لا تقتصر على الخير العام فقط، بل تحمل فيها الخير العظيم والعجائب التي لا يمكن حصرها. إن قوة وبركة هذه الآية الكريمة تشكل لنا سببا للتأمل والتدبر في عظم خالقنا الذي أنعم علينا بكتابه الكريم. لا تنسوا أن القرآن الكريم هو كنز من الكنوز الإلهية، وكل آية فيه تحمل معان عظيمة وفوائد لا تعد ولا تحصى. لذلك دعونا نستمر في تلاوة القرآن والتفكير في معانيه، لنستفيد من هدي الله ونعيش حياة مليئة بالبركة والسعادة. وفي الختام لا ننسى التأكيد على أهمية نشر الخير والعلم، فمن يكون دالا على الخير يكون كفاعله. لذلك لنكن دائما سفراء للخير والنور في حياتنا اليومية. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن ينفع به ويكون سببا
في اهتداء الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اغفر وارحم لكل من نشر هذا المقطع، واتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلموا أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الفتنة فتنة الموت كيف تكون؟ ورد في الحديث أن الشيطان إذا علم أن شخصا ما في سكرات الموت يجهز جيوشه وركبه وخيله ويأتي في هجوم شرس حتى يخرج هذا الإنسان من الدنيا على غير الدين، حتى لا يسلم عند موته من الشيطان، فيأتي الشيطان إليه فماذا يقول له؟ أول شيء يبدأ به زحزحته عن الإيمان، يقول له إن فلان ابن فلان الساحر عظيم قدره قوي سحره، لو جاءك فسحرك عادت إليك روحك وقواك، لو قرأ عليك لو نفث عليك لو عقد لك لنفعك. هذا الشرك، فيدعوه إلى أن يأتي للشرك. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح، وقيل من راق، من يرقيه، من يداويه، من يعالجه، من راق، من الذي يقول من راق؟ إبليس يأتيك فيقول لك: تريد من يرقيك بعلاج سحري، بعلاج يعيد القوة، يعيدك كأنما أنت شاب، تبدأ الروح ترجع لمكانها؟ فإذا قلت نعم ملت إليه، فعندئذ يبدأ الشيطان معك في عقيدتك، يقول أنا معك والشياطين الجن عندي معك، فإذا آويت إليهم تنزلوا عليك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. لكن لو قلت لا، وهي أول حرف من كلمة التوحيد لا، فإن جند الشيطان وحزبه وتزيينه ينهزم عند الحرف الأول من كلمة التوحيد لا. لا، لا أريدك، لا أريد شياطينك، لا أريد سحرك، لا أريد رقيتك، لا أريد دواءك، لا أريد قربك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشيطان يقترب ليصل إلى القلب، وعندما تقول لا إله إلا الله أغلقت الباب. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا إله إلا الله سلاح فتاك في وجه الأبالسة من الجن والإنس، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. فأول السلام عند الموت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن اسمع ماذا يفعل إبليس إذا عجز عنك بصورته الحقيقية. ذهب فجاء بصور محبوبة لديك وأصوات محبوبة إليك، فيأتيك في صورة أمك التي ولدتك وماتت قبلك، يقول لك: يا فلان أنا أمك، أنا فلانة، أنا مت قبلك، فما وجدت أحسن من دين اليهودي، فمت على دين اليهودي يا بني، فإن اليهود معهم الحق. فإذا قلت أمي وملت إليها بالعاطفة فتنت بالأم المصورة غير الحقيقية، وهذا ما يريد إبليس. أما إذا قلت لا، وهو الحرف الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هزم هذا الكيد، فجاء بكيد آخر بصورة الأب، أبوك الذي ولدك، يا
يأتيك الشيطان على صورته، بابا، الوالد، أنا أبوك يا بني، مت قبلك، فما وجدت أحسن من دين النصرانية، مت على دين النصرانية. فإذا قلت لا إله إلا الله هزم، وعندئذ تتنزل الملائكة، الفتنة نجوت منها، وأمر الله توجه إلى ملائكته أن يتنزلوا عليك لحمايتك وطرد هذه الأباليس من ساحتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يوم كنتم أحياء تصلون في المسجد وتصومون لله وتركعون وتسجدون وتفعلون الخير، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا معكم، حتى في القبور، في البعث، في الجنة، نحن معكم بعد اليوم لا نفارقكم أبدا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إنها النجاة، إنه الأمن، إنه السلام يوم الموت، والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت.